لدينا إضراب السبب الرئيسي والأول هو غلق باب الحوار من طرف مسؤولي الجامعة وخاصة رئيس الجامعة. احنا نطالبوا بفتح باب الحوار من طرف رئيس الجامعة للنظر في أمور الطلبة، للطلبة المظلومين داخل الجامعة ما كاينش اللي راهو يسمع لهم وما كاينش اللي راهو يحوس عليهم. انا نطالبوا حنايا باش رئيس الجامعه يتدخل. بعض المشاكل التي تتخبط بها الجامعه، الوضعيه الامنيه الكارثيه التي سمحت بخلق ظواهر جديده مثل التحرش بالطالبات. ما كاش الامن، كاين تعرضوا بزاف للتحرش من طرف عباد غرباء، ماشي ما الطلاب يدخلوا للافاك، يدخلوا عباد غرباء من هاد لافاك كاع يدخلوا يتحرشوا بينا. اون بليس انا نوصلوا بزاف بكري 7 تاع الصباح راهي ظلمه دوكا، ما ناش قاع في امن. إدارة الجامعة وكلياتها كلها يعني تحاور الطلبة في كل وقت حسب يعني المشاكل التي تطرح، ولم يغلق باب الحوار في يوم من الأيام، وما زلنا وكنا وما زلنا دائما في السماع لكل الانشغالات تاع الطلبة في إطار الحوار المستمر. نحن نعمل جاهدين لتحصين الأمن على مستوى الجامعة بمجموعة من الموظفين أعوان الأمن.